طيب يا شباب، ان شاء الله بقى شابتر 6 اللي هي المحاضره التاسعه ديت هنتكلم فيها بقى عن ايه؟ عن الكومبريشن. تمام. الاول كده احنا ليه اصلا، يعني ايه كومبريشن؟ ليه اصلا بنحتاج نعمل ايه؟ نعمل ضغط للداتا ونقلل حجمها، ليه بنحتاج كده؟ تعالوا نشوف مثلا ايه حجم الداتا في الاول كان عامل ازاي، ولما اعمل الضغط والكلام من ده كله ايه اللي هيحصل. تمام، تعالوا نشوف مثلا دقيقه واحده بس في الاوديو من غير ما اعمل لها كومبريز تبقى عامله ازاي. بقول لك مثلا الدقيقه ديت فيها 44 واحد من عشره كيلو هرتز في الثانيه. لو عايزين نحولها لميجا بايت، بس هنحولها على نظام ايه؟ 16 ايه؟ بيت ستيري. بنحسب الكلام ده ازاي؟ تمام، الاول كده هيبقى عندي 44.1 تمام كيلو هرتز، يعني هضربها في ايه؟ في 1000. تمام، وهي منت انا عايزها لثانيه، يبقى هضربها ايه؟ في 60. تمام، يبقى انت كده جبت ايه؟ 44 كيلو هرتز، حولتها بالطريقه دي. ماشي، بيقول لك الاستيريو 16 بت الاول، تمام هنضربها في 16 بت. في استيريو قد ايه؟ الاستيريو احنا قلنا ان هو 2 شانل، تمام هنضربها في 2. ماشي، تمام، عايزين طبعا ايه؟ نحول الرقم ده لميجا بايت. تمام، هنقوم رايحين قاسمين على 1000. ثواني كده، احنا مسحناها، ثواني يا شباب. 44.1 في 1000 في 60 في 16 بت في 2 ماشي مقسوم. تمام، هنقسم بقى على ايه؟ قلنا عايزين نحولها لميجا بايت هرتز، هنقول 1024 كده كيلو بايت في 1024 كده ميجا. تمام، بس هنضرب في 8 عشان تبقى بالبايت مش بالبت. تمام، ايه يبقى كده الناتج يطلع كام؟ يساوي ماشي، طلع الناتج ده 10، والناتج الكبير ده هنقربه مثلا ل 10 1 من 10، يبقى احنا كده حولناه لميجا بايت هرتز. نفس الكلام لو عملناه على الايه؟ على ال 16 بت بس مانو. كل الفكره بدل ما كنت هضرب في اثنين، لا انا مش هضرب، هضرب في واحد بس لان ده وان تشان. تعالوا نعمل دي كمان وخلاص كده. تمام، 44.1 في 1000 عشان هي كيلو هرتز في 60 في 16 بت في 1 تمام اللي هو بتاع الايه؟ المانو، مقسوم على 1024 في 1024 في 8، ده عشان نجيبها ميجا بايت هرتز الشباب، بتساوي 5 وهكذا. يبقى ده الناتج القريب ليه. ماشي، ال 8 بت نفس الكلام، بدل ما كان 16 ضاربين في 16، في 16 هنضرب في 8. وشوفوا دي امثله برضو تاني. طيب دي بالنسبه للايه؟ للاوديو. طب الايمج، ماشي الايمج بيقول لك هي 5 512 في 512 تمام. مانو ده يعني اثنين، يا اما ابيض يا اسود، يعني ما فيش اكتر من كده، حاجه واحده بس، يبقى ايه؟ 2 بت. وده 8 بت كلر، لو قال لك جراي يبقى هي 8 بت، او لو قال لك 8 بت يبقى زي ما هي. 24 لو قال لك ان الصوره ملونه، او سيبها لك ايه زي ما هي. وفي نوع كمان اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو ال 32 اللي هو فيه الالف. تمام، طب تعالوا نحسب مثلا ايه 512 دي الاول. 512 في 512 ماشي، يبقى احنا هنضربها مثلا ايه؟ هنحسب بتاع المانو الاولى ايه؟ هنضربها ايه؟ في 2، لانها هي يا ابيض يا اسود. تمام، هنقسم الكلام ده كله على كام؟ 1024 في 1024 في 8 يديني كام؟ يديني الناتج ده. يبقى الناتج ده هو الصح، الناتج ده غلط، الناتج ده غلط في المحاضره. تمام، تعالوا نحسب اللي هو بتاع ايه 512 ده، بس ايه؟ ب 8 بت كلر او جراي. تمام، هنقول 512 في 512 في إيه؟ قلنا كام؟ 8 بت. خلاص، في 8 بت كل ده مقسوم على 1024 1024 في 8 تمام، يدينا كام؟ ربع. تمام، بيبقى النسبه دي ربع. طب لو 24 هنضرب في 24. تمام، دي بالنسبه للايه؟ للايمج. ماشي، الرقم ده غلط، صلحوه بس يا شباب زي ما طلعناه كده وحسبناه. ماشي، ماشي، ده نفس الكلام بقى للفيديو. ماشي، الفيديو بقى ايه؟ ليه حاجات كتير. بيقول لك انت عايز تشوف الفيديو الدقيقه الواحده فيه بتكلفك كم مساحه؟ شوف بك قبل ما نعمل كومبريشن. طب بتتخزن في 8 جيجا تمام، وقول مثلا قريبه 9 جيجا اهو. ماشي، 8 جيجا و7 من 10 تمام في الدقيقه، الدقيقه الواحده بتكلفك كده فعلا. وهو فعلا الفيديو الدقيقه الواحده بتكلفنا ايه؟ 8 جيجا. ما بالك بقى في الساعه هتكلفك كام؟ الساعه ممكن توقف لك الهارد اساسا. عشان كده بنضطر نعمل ايه؟ كومبريشن. طب تعالوا نشوف ال 8 دي جت ازاي. تمام، احنا عندنا الفيديو بيقول لك ان هو الويتس بتاعه 1920 في 1080 تمام. عندك 25 فريم بير سكند تمام، وهي دلوقتي ايه كده؟ بير مينت اللي احنا جايبينه ده كده ايه؟ بير مينت. طيب عايزين نجيبها في السكند اهو،
في 60 في 25 تمام، اللي هو ايه 25 ايه فريم بير سكند تمام، عشان كده ضربت في الرقم ده مقسوم على تمام زي ما اتفقنا 1024 ومسحناه. ثواني يا شباب هنكتبها تاني. تمام نكمل يا شباب. بصوا زي ما قلنا 1920 في 1080 25 اللي هي الفريم بير سكند كده، خليناها بير سكند تمام. الفيديو الوان طبعا الفيديو ده ملون تمام، يبقى هنضربه في كام؟ في 24 بت. يقول لك ايه ترو كلر تمام، ترو كلر يبقى لسه هنضربه في كام؟ في 24 بت تمام، اللي هو ال 24 لانه ايه الوان ماشي. الكلام ده كله هنقسمه على إيه، احنا عايزينه بالجيج تمام. ادي الثمانيه الاول بتاع البايت عشان ايه تبقى بت، في 1024 في 1024 كده احنا حولناه لميجا بايت. لو ضربنا تاني 1024 كده يبقى انت جبته بايه بالجيج. شوف ده الناتج، ده الناتج النهائي بالتقريب يبقى 8.7 كده ايه، الدقيقه الواحده بتكلفك كده. عشان كده احنا بنضطر نعمل ايه كومبريشن للفيديو ماشي. فهنا بيقول لك ان هو علم تمام الكلام النظري ده ما علينا ماشي. كومبريشن ماشي، عايزين نشوف ايه ليه احنا اصلا بنستخدم الكومبريشن والكلام ده ليه، علشان قال لك ايه بيخزن معاك في بيوفر لك مساحه للستورج. يعني شوف الدقيقه بتديك ايه 8 جيجا مثلا 9 جيجا، ما بالك لو بتسمع فيلم ساعتين مثلا ولا ساعتين ونص، شوف هيبقى عامل قد ايه مثلا مساحه، واخد مساحه قد ايه تمام. بيقلل وقت يعني مثلا ايه لو هترفع الفيديو ده على النت وهتبدا تعمل له ترانسميشن والكلام من ده، لما ترفع مثلا 50 جيجا ولا 200 جيجا شوف بتاخد وقت قد ايه. لا احنا بنحوله مثلا لجيجا مثلا واحده، او لو هنحوله 11 ميجا بايت وليا يكن، فبيقلل معاه في التايم بتاعه. البروجريسيف ترانسميشن ده بيقول لك ان انت بتبعت الداتا المهمه الاول عشان انت مهتم بالداتا فيها في الحاله دي، يعني انت بيخليك تبعت ايه امبورت بيتس الاول اول حاجه. يعني الريديوس ده بيعمل لي بيقلل عمليات البروسيسنج على الهارد عنده على الديفايس اللي انا شغال عليه تمام ماشي. الانواع مثلا بتاعته احنا اتفقنا التمبرال ده بيبقى خاص بالتايم. طب ايه اللي بيبقى اصلا فيه تايم؟ هو الصوت والفيديو. الصوره عمرها ما يبقى فيها تايم، التكست ما فيهوش تايم وهكذا، ولا الجرافيك. إيه هو الفيديو والاوديو بس هو اللي بيهتم ايه بيلعب في الوقت. بمعنى صح إيه لو عندك مثلا فيديو ثابت ما فيهوش مثلا غير شفايف بس بتتحرك بتقول كلام وبقيت المشهد ايه ثابت، هو انا بلعب على الاختلاف بس في الشفايف وبنثبت بقيه الحاجه، فبتبدا تعمل كومبريشن ما تحركش غير حاجه واحده بس اللي تتحرك، والفيديو ثابت فبيبدا ايه بيديك ايه بيقلل بيانات كتير جدا تمام. تخيل مساحه كبيره من الشاشه فيها بس جزء واحد اللي بيتحرك، فانا بلعب على الجزء ده، الباقي ده كله ببقى ضغط مره وبعته مره واحده بس، مش هبعته تاني وتالت مع كل فريم تمام. السبيتيال ده مثلا ايه بيشوف مثلا، تخيل عندك صوره فيها الوان كتير ونصها إيه الوان جنب بعضها كده لونها اسمر تمام، لون اسمر كده جنب بعض تمام، هو ده بقى بياخد بيبعت لون واحد مش بيبعت التكرار ماشي. السبيكتر ده بيبعت لك ايه بيقارن الالوان، بمعنى صح الصوره مليانه الوان، هو بيشوف بقى ايه يعني مثلا لو شفنا الجريجن اللي فوق ده، شوف اللون الاخضر من كثيف لحد ايه لحد هنا مثلا لحد ما بقى شفاف، واللي بس تحت زيرو وهنا ايه 1، فشوف ده في هنا تقارب في الالوان في المنطقه اللي فوق دي، في هنا تقارب في الالوان تمام. فايه فهو بيقوم رايح جاي ضغط التقارب ده في لون واحد، اي لونين متقاربين بنسبه معينه بيقوم رايح جاي واخدهم ايه عينهم مخزنهم في ايه في حاجه واحده تمام. ونفس الكلام اللي تحت ده شفت التكرار ده وهكذا. الفيزيكال ده بقى الفيجوال بتاعه ده بيعمل ايه، ده اللي هو إيه الانسان زي ما اتفقنا اما كنا بنتكلم في الواي يو في قلنا ان هو ايه مهتم بالمعلومات، فاحنا بنحاول نديله المعلومات نخدعه بمعنى صح، نمسح الحاجه اللي مش هتفيد الانسان وبنديله المعلومات اللي هو عايزها بس، بنخدع عين الانسان بمعنى صح ماشي. الكومبريشن بقى ده في نوعين اللوسلس واللوزي تمام. اللوسلس ده بمعنى صح لما بتضغط فيديو ماشي كده انت خلاص قللت المساحه، لو عايز ترجع تاني هيرجعه لك بنسبه 100% يرجع لك الاوريجينال داتا بالظبط ماشي بالظبط، مش هيشيب مش هيبقى فيها فاضي تمام. اللوسلس ده بقى لا العكس، ده انت بتضغط وهيضغط فعلا وهيبقى احسن وهيديك مساحه اقل جدا وكل حاجه، بس لما تيجي تعمل دي ترجع تاني هتبص هتلاقي في فقد في الداتا، مش هيديك الايه الاصليه، هيديك داتا مقاربه ليها بمعنى صح تمام.
هو ده مفهوم كلام وشويه الجوريزمات هنتكلم عنهم. نمسك اللوسلس كده، ايه نمسك السيكونس الاولاني ده، هو كذا الجوريزم، والانتروبلي مثلا ليه ايه 4 الجوريزم، حاجه ده هندرسها ان شاء الله على الايه على المحاضرتين دول. ماشي. الريجريشن ده الاول، ايه السب ريجريشن ده بيعمل، بيشوف عندك الداتا لو داخله بالطريقه دي مثلا، تمام، ايه فيها ملاحظين ان في الزيرو متكرر كتير جدا، فبنبدا ايه يقول لك بتشيل التكرار وتعوض عنه برمز اللي هو الفلاج مثلا دون ايه، وجنبه ايه الرقم بتاعه. يعني مثلا تشوف هنا ده اتكرر 32 مره، فكتبت الداتا زي ما هي وجيت على الاصفار عملت اف 32، فكده هيفهم ان ايه ان الاف ديت فلاج للزيرو مثلا، وهيعرف انه مكرر 32، تمام. يبقى انت شوف كده ضغطت الداتا قد ايه، ماشي، هتوفر معاك ايه مساحه. ايه الالجوريزم ده يعني ايه؟ هو سهل جدا في الامبلمنتيشن والتطبيق وتطلع لك داتا صح وكل حاجه، بس تخيل مثلا انك داخل لك ايه حاجه بتعمل لها ضغط إيه ما فيهاش تكرار، يبقى انت كده ايه دي الورست كيس بتاعته، انت كده ما ضغطت مش هيعمل اي حاجه، هيرجعها لك زي ما هي، تمام. إيه فعشان نبقى عارفين الفرق. طب هو بيستخدم في ايه اساسا بقى؟ طالما هو في عيوب، لا هو ليه استخدامات في الحاجه اللي بتستخدم فيها الزيرو لينكس دي. زي ايه؟ نمسك السايلنس الاول، تخيل انت بتسمع مثلا قصه ولا حاجه على صوت، فتلاقي مثلا اللي بيرصد القصه بيسكت شويه، بيقعد مسافه، يعني بيقول كلمتين ويسكت شويه، يقول كلمتين ويسكت شويه، فالسايلنس ده كله ممكن نضغطه، تمام؟ كل الصمت ده اللي هو عمال يسكته كل شويه ده بنبدا نضغطه، فده ايه؟ يبقى مفيد قوي الالجوريزم ده ليه، تمام؟ وهكذا بقى ايه؟ انواع ثانيه وكده، ماشي؟ يعني مثلا لو الماتريكس اللي بتبقى عباره عن سيريز 1 بس، فاكيد هيبقى فيه تكرار وهكذا. ماشي؟ الار ال اي اللي هو الران لينث انكودنج ده، ده الالجوريزم الثاني. ده بيعمل ايه؟ تعال نشوف بس الداتا الاول، دي اوريجينال سيكونس داخل عنه، بيقول لك انه بيبدا يشوف التكرار ويعد، معنى صح الواحد اتكرر كم مره؟ مش اتكرر كم مره في الداتا كلها، لا اتكرر ورا بعض كم مره؟ قال لك هنا 4، يبقى 1 و4 بيبعد الداتا في الانكود بتاعها بيبقى بالطريقه دي. الاثنين 3 يبقى الاثنين 3، الثلاثه اتكررت 6 مرات يبقى 3 6، الواحد اتكرر ثاني ما اروحش بقى اضيف الاولاني، لا في المكان اللي هو فيه، بحيث ان هو يفهم الداتا، يبدا لما هو يجي يعمل ديكود ليها هيبدا يفهم يفكها بالطريقه دي، تمام؟ تمام. ده مثلا بيقول لك ايه؟ الالجوريزم ده الورست كيس بتاعته في ايه؟ انك تخيل معاك داتا برضه ما فيهاش تكرار، فهو هيبعت لك داتا بالطريقه دي، فمثلا هيبص الواحد اتكرر مره واحده، يبقى الواحد جنب واحد، الاثنين مره واحده، يبقى اثنين جنبها اثنين، الثلاثه مره واحده، الثلاثه جنبها واحد، الاثنين جنبها واحد، والثلاثه جنبها واحد، الاربعه اتكررت مره يبقى الاربعه جنبها واحد، فلاحظت ان الداتا كده هترجع للضعف، فاهمني؟ هترجع الضعف ليه؟ لان انا بدل ما كنت ببعت 1 2 3 4، لا ده انا بدات ابعت له ايه؟ 1 1 2 2 3 3 4 4، ماشي؟ لان الواحد بيتكرر جنبه ما هو مره والاثنين مره وهكذا، فكده الداتا بقت ايه؟ بقت الضعف عنه، دي الورست كيس بتاعته. ماشي؟ طيب إيه؟ طب لو هعملها على على رقم باينري بعملها ازاي؟ تمام. احنا بنبدا نعد كده، تخيل مثلا ايه؟ سيبك من الزيرو ده دلوقتي، تخيل مثلا احنا هنعد الوحايد هنلاقيهم 6، هنعد الاصفار هنلاقيهم 3، هنعد الوحايد هنلاقيهم 3، هنعد الاصفار هنلاقيهم 2 وهكذا. طيب طلع الناتج اعتبر الصفر ده مش معايا. طب انا لما باجي ارجع بقى هرجع ازاي؟ اجي السته دي، هو ايه اللي اتكرر 6 مرات؟ الزيرو ولا الواحد؟ انا ما اعرفش اتكرر ايه، تمام؟ فعشان كده بيقول لك انت لازم تبدا بايه؟ اول حاجه تعدها بنعد الزيرو. فنيجي هنا في زيرو في الاول؟ لا خلاص، يبقى ايه؟ الزيرو ما اتكررش ولا مره، يبقى الزيرو زيرو. الزيرو زيرو علشان هو ما اتكررش، مش زيرو اللي هو رقم، لا زيرو اللي هو ما فيش اصلا، تمام. الواحد يعني بنمشي هنا ده زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد، تمام، يعني ده تكرار الزيرو وده تكرار الواحد، تكرار الزيرو تكرار الواحد، فكده يبدا ايه يفهم وهو ايه بيرجع تاني، تمام. الباترن سبستيتيوشن، ماشي. باختصار الباترن ده مثلا لو عندك كلام في تكرار كتير، زي مثلا اند يو اند اي مثلا، ده بيقول لك الاند دي اتكررت كتير، ممكن تختصرها باي كود، ماشي، بريفايند كود، ماشي، بنسميه بريفايند كود، فاختصرها مثلا بريفايند كود معروف زي الاند دي، الاند اللي قصرنا دي، ماشي ماشي. ماشي. الكلام ده كله بيتخزن في حاجه اسمها ايه؟ بريفايند كود بوك، ماشي. مش بكتبه في الانكود اللي ببعته، يعني مش بكتبه في الملف اللي انا باعت له الداتا فيه، بمعنى صح بخليه دايناميك، بخليه لوحده، تمام. ليه؟ بحيث ان انا مثلا لو عندي كلام اتكرر فيه الاند كتير، ملف مثلا الاند اتكرر كتير فشلتها وعوضت عندها بالاند بريزنت زي ما احنا عملنا فوق كده، تمام. طيب لو جيت لي داتا ثانيه ما فيهاش اند تكرار، وانا كده كده كنت ضايف الملف ده عندي، فهو كده ايه ما استفدتش من اللي انا عملته، فعشان كده بقول لك خليه دايناميك، خليه ايه
وهو خلال مرحله الانكود يتعمل دايناميك الملف ده، يتعمل لوحده عشان يبقى جايب لك الداتا صح، ما يجيبلكش ايه حاجه ما لهاش لازمه معانا والكلام ده كله. ماشي، هنشوف بقى الانتروبي انكودنج ده دلوقتي اللي هو بالطريقه دي. ده مثلا عندك ايه اكتر حاجه بتتكرر اداها ايه اقل رقم، واقل حاجه بتتكرر اداها اكبر رقم. معنى صح عندك الاي والاف، الاي والتي، الاي والتي هنا شوف الايه مسكتها بنقطه واحده، حاجه واحده بس، التي مسكتها بالمسافه اللي احنا شايفينها دي. تمام، ليه؟ لان دول يعتبر اكتر اتنين اتكرروا عندي، فبنعوض عنهم باقل حاجه، بحيث ان انا مثلا لو مثلا عوضت عنهم بواحد بت ماشي، وهم اتكرروا مثلا عندي 35 مره، يبقى 35 في واحد يبقى انت كده عندك 35 بت. تمام، طيب لما يبقى الاي ديت انا مثلها في 2 بت وهي اتكررت مرتين، يبقى 2 في 2 ب 4 بت بس. تمام، انما لو كنت خزنتها في حاجه يعني لو هي كانت كبيره فاهمني ومثلها في 2 بت او 3 بت، لا هتطلع رقم كبير. فانا ليه هطلع رقم كبير في حين ان انا ممكن اخزنها في ايه في حاجه واحده بس. تمام، الالجوريزم الثالث اللي هو اللي لا ده الفيكس لينس والفاريبل، ده هنشوف مثلا الفرق ما بينهم بيبقى عامل ازاي. عندنا هنا اي بي سي دي بتتكرر 60 5 3 كده على الترتيب زي ما احنا شايفين، عايزين نشوف ايه اللي بيوفر مساحه اقل معايا. تعالوا نشوفها بالكود. عندك هنا كاركتر الصناعه الفريكوانسي بتاعه زي ما جبناه من السؤال، هنبدا نخزن في الفيكسد، فيكسد لينس يعني كلك هياخد نفس عدد الايه نفس عدد البيت. فانت عندك اي بي سي دي يعني هم اربعه بس هيتخزنوا ايه كل يعني هم الاربعه دول عباره عن 2 اس 2 يعني 2 اس 2 الاثنين اللي فوق الاس ديت دي اللي هي البيت، يبقى يخزنوا في 2 بيت بس. تمام، يبقى نمشي بترتيب 0 1 2 3، يبقى انت كده خزنتهم. طيب تعال نضرب بقى، احنا كده عرفنا انها تتخزن في 2 بيت، هنقول 60 و5 و30 و5 دول مجموعهم 100، يعني عندي ايه هو الداتا كلها 100، ال 100 دي هضربها في 2 هتديك 200 بت. ماشي، طب لو رحنا بقى لايه للبريفكس كود، البريفكس كود ده هو بيبقى في الجوريزم بيخرجه لي. تمام الايه دي واخده اكبر عدد من التكرار صح زي ما اتفقنا فوق، اكبر عدد من التكرار يبقى احطه اقل حاجه، حطه هنا بزيرو. ماشي، عندك هنا ال 30 بعدها قال لك 0 1، الخمس والخمس قال لك 0 1 1 1 1 1. تمام، ده الجوريزم بيجيب. ثواني يا شباب. تمام، دلوقتي نبدا بقى نشوف ايه التكرار، الايه اتكررت ايه 60 60 مره، اتخزنت في كام بيت في واحد يبقى 60 في واحد، البيت اتكرر كام مره 5، اتخزنت في كام بيت في 3 يبقى 5 في 3، السي اتكررت 30 مره اتخزنت في 2 بيت يبقى 30 في 2، الدي اتكررت 5 مرات مثلت في 3 بيت يبقى 5 في 3. لو ملاحظين اقل حاجه اتخزنت في ايه في عدد كبير، اقل تكرار اتخزنت في بيت كبير ماشي، واكبر تكرار اتخزنت في اقل من عدد من البيت. فلو عملنا المعادله هتدينا 150 بت ماشي، لو ملاحظين هيبقى احنا خزننا ايه وفرنا ربع الداتا، يبقى البرفكس كده هو الافضل. ده كان السؤال، البرفكس كده هو الايه الافضل عندي اللي بيديني يعني ايه ليست سبيس. تمام، الجوريزم كمان تبع الالجوريزمات اللي هي الايه الانتروبي صح ماشي، اللي هو الاول حاجه فيهم الايه الشانون. ماشي، ادي الشانون باختصار، الشانون دي بيديني ايه هنشوفه نشوف على مثال احسن. انا عندي الداتا دي داخله بالطريقه دي ماشي، انا ببدا احسب تكرار لكل رقم لوحده، يعني مثلا كل حرف لوحده، الاي اتكرر كام والسي كام والبي كام والدي كام والاي، فطلع كده. بعد ما بنعملهم بنرتبهم ترتيب زي ما احنا شايفين ايه من الكبير للصغير كده. تمام، انا كده ماشي من الكبير للصغير كده ماشي. فبنبدا بعد كده بنحسب الفرق بطريقه معينه بحيث ان احنا نرسم التري دي. بنعملها ازاي؟ نبدا الاول نعتبر ان التري مقسومه من هنا، ان الاي تبقى هنا ودول يبقوا هنا. تمام، يبقى ايه نجمع دول اللي هنا ده كله واللي هنا ده كله ونطرحهم من بعض. بمعنى اصح لو جمعنا 15 وطرحنا من وجمعنا الاول 7 زائد 6 و6 و5 سيبوا على الاله الحاسبه كده، هتبص هتلاقي بتدي ايه 24. طيب اطرح 15 من 24 هيديك كام؟ هقوم راجع مدينا 9، يبقى في هنا الفرق كام؟ يبقى الفرق هنا 9. تمام، تعالوا نقسمها مثلا، نتخيل انها كانت مقسومه من هنا، يبقى هنجمع السبعه وال15 تمام اللي هو هيديني 22. اطرح بقى ال22 من المجموعه الايه 6 زائد 6 زائد 5 اجمعها على الاله الحاسبه، هتبص هتلاقي مدينا ايه 5. تمام، طب تعالوا نقسم كان التري هتيجي من هنا، يبقى هنجمع 15 و7 و6 اللي هم 28 ونطرح منهم ايه 11 تمام اللي هو 6 و5. تمام، يبقى اديك الفرق هنا كام 17. تمام،
طيب تعالوا تخيلوا انها كانت مقسومه بقى من هنا، يبقى هنجمع بقى اللي هم الايه الارقام الثانيه دي، لا 15 و6 و6 و7 تمام، هيديني 34، اطرح منهم الخمسه يديك هنا كام؟ 29 تمام. طيب خلصنا، نبدا بقى نشوف اقل فرق فيهم، هنلاقي اقل فرق فيهم اللي هو الخمسه تمام. يبقى احنا هنقسم التري من هنا، يبقى الاي والبي ناحيه الشمال والسي والدي والاي ناحيه اليمين. الاي والبي ما فيهاش فصال، هنحط اي وبي تمام، سيبكم ال 0 1 دلوقتي هنشوفها بتيجي ازاي، هنحط الاي والبي على طول كده. طب السي والدي والاي هنعمل عليهم نفس ايه؟ نفس العمليات، دول كده فرع الواحده هنعمل عليهم نفس العمليات. تخيل ان احنا نقسم من هنا مثلا، يبقى 6 تطرح منهم كام؟ 6 ناقص 5 اللي هم يبقى كام؟ 6 زائد 5 اقصد اللي هم ال 11، واطرح منها 6 هتديك 5. طيب جرب من ناحيه هنا كده مثلا، يبقى 6 و6 12، 12 ايه؟ هنطرح 12 ناقص 5 هنلاقيها ب 7، فين اقل تكرار؟ الخمسه. يبقى هنقسم من هنا، يبقى السي في الفرع ده، يبقى كده السي في الفرع ده، والدي والاي في الفرع ده، يبقى ايه؟ عملنا نفس الكلام اهو، السي كده والدي والاي حطيناها نفس الكلام كده تمام؟ يا رب تكون واضحه. ايه كلير كله كده؟ ثواني يا شباب. ماشي. إيه اي حاجه، اي فرع ناحيه الشمال هنحطه بزيرو. يعني مثلا ايه؟ ده شمال زيرو، وده في الشمال زيرو، ده في اليمين يبقى ب1، اي حاجه اليمين 1، 1 1. ده يعتبر ده مش في اليمين، ده كده في الشمال تمام، مش منه علشان في الفرع اليمين يبقى يمين، لا بس هو كده محطوط ايه كفرع شمال تمام. يبقى كل اي حاجه ناحيه الشمال زيرو، اي حاجه ناحيه اليمين 1 ماشي تمام. ماشي تعالوا نشوف بقى الايه دي اتكررت 15، دي اللي كانت التكرار اللي فوق 15 7 6 6 6 5 ده تمام، ده التكرار، ما لكوش دعوه بالكولوم اللوجز ده ما مش معانا، خلينا في الكود. الكود ده بيجي ازاي؟ طيب الايه ده عشان اوصل له مشيت ايه 0 0 يبقى الايه 0 0 تمام. البي 01 يبقى البي 01 تمام. السي 10 الدي 110 تمام، 10 110 الاي 111 111 تمام تمام. طيب كده الايه قررت 15 مره، ايه اتخزنت في 2 بت اللي هو 00، يبقى عدد البيت بتوعها 30. البي قررت 7 مرات، خزنت في كام بيت؟ في 2 برضه، يبقى 7 في 2 ب 14. السي قررت 6 مرات، خزنت في ايه؟ في 2 بيت برضه، يبقى 6 في 2 ب 12. الدي 6 مرات بس اتخزنت في 3 بيت، يبقى 6 في 3 ب 18. الخمسه اللي هو بتاع الاي قررت 5 مرات، يعني نضربها في 3 3 بيت دول ادونا 15، مجموعهم 89 بيت تمام؟ الثمانيه اللي لو كنت بخزن دول، لو مخزنهم كلك بنفس الفيكسد يعني، لو كانوا 8 بيت كلك يبقى هيديك 312. طب لو انا عملتها بالالجوريزم شانون اداني ضغطها ل 39 بت 89 بت تمام، في فرق، في فرق كبير خالص اهو. يبقى احنا كده ضغطنا الداتا فعلا، ده شانون. ده مثال تاني بيقول لك مثلا ايه، نفرض مثلا ان عندي هنا إيه، افرض ان عندك هنا الفرق، الفرق هنا هنا، خلينا هنا الفرق اللي هنا اللي احنا كنا بنقول ايه اقل فرق. تخيل الاثنين دول طلعوا اقل فرق عندي، يعني ده الفرق اللي هنا طلع ايه زي الفرق اللي هنا مثلا، بنفرض تمام، طلع الفرق ده زي الفرق ده، اقسم من انهي واحد فيهم، ده ولا ده؟ قال لك اقسم من اللي في الاول هنا. ليه بقى؟ السبب ورا السبب بتاع كده ايه؟ ليه اقسم من الاول؟ هقول لك ليه. انت لما تقسم من الاول هيبقى في البي هنا عندها تكرارين بقى، عندها 2 بيت بس، والاي اللي هتبقى 2 بيت بس برضه تمام. طيب لو كنا قسمنا بقى من هنا كانت هتبقى البي 3 بت والال 3 بت والاي 3 بت تمام. فلو لاحظت لما اضرب في 3 ولا اضرب في 2، طبعا في 2 هيديني اقل، فالافضل ان اقسم من اول ايه، من اول حته تمام. ده مثال تاني برضه ممكن نحله هتوصل للنتيجه بتاعتك ماشي. ده كان الشن الهافمان بقى ماشي. بص الكود بتاعته، الكود بتاع الاول بيديني الانبوت بالطريقه ديت، شوف كل تكرار ورتب دايما، بيقول لك ايه دايما تحافظ على الترتيب، بيقول لك ايه keep it store all times، دايما محافظين على الترتيب ماشي تمام. هنبدا نشوف اخر اثنين دول، اخر اثنين دول هنجمعهم هيديني كام؟ الاس والان بتكرر واحد 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 اثنين، هاجي قبل اي اثنين عندي، يعني مش هحطها بعد الاي لا، هاجي بعد البي على طول، اللي هي الثلاثه هنحط الاثنين هنا على طول، اس ان على طول كده تمام، اس ان. طيب نجي تاني نكرر نفس الخطوه، الاي والتي بتكرر كم مره؟ هما ايه؟ واحد وواحد يبقى اثنين، هنيجي قبل اي اثنين عندي برضه يعني قبل اس ان هحط ايه؟ اي تي تمام؟ دول ثلاثه، يبقى هاجي في الاول خالص قبل الثلاثه في الاول خالص تمام؟ احطها هنا، هجمع دول ايه؟ اخر اثنين تاني الاس والان اللي هم اربعه، هنيجي في الاول خالص نحطها بالطريقه دي تمام؟ واضحه يا شباب؟ وهكذا بقى، البي والتي البي والاي تي هتكرر خمسه هنحطها في الاول خالص وهكذا ماشي؟ طب وصلنا للشكل التري ده في الاخر ايه؟
اي حاجه ناحيه الشمال 0، اي حاجه ناحيه اليمين 1 كده، اي حاجه ناحيه الشمال 0، اي حاجه ناحيه اليمين 1. بعدين بنبدا نجيب الكود، البي ديت بتمثلها ايه؟ البي ادي البي اهي، تمام؟ البي ديت هنلاقيها بتيجي عن طريق ايه؟ 1 وبعدين 0، كده وصلني للبي اهي 1 0. طب تعالوا الان مثلا، الان دي بتوصل فين؟ فين الان؟ ندور على الان الاول. الان عشان اوصل لها باجي ازاي؟ قال لك بتيجي 0 0 0 1، تمام؟ يبقى 0 0 0 1، تمام كده؟ كده يبقى انت وصلت للايه؟ للان وعملت الكود بتاعها، كل كود انت نطلعه بالطريقه اللي وصلنا دي. تمام؟ ده كده كان ايه؟ الهاف مان. الهاف مان ايه؟ عيوب الهاف مان مثلا بيقول لك انك بيحتاج هو يبعت التيبل، التيبل بوك بتاعه قبل الداتا، فبيبقى في مشاكل فيه يعني بالنسبه للضغط وهكذا. تمام؟ اتمنى تكون واضحه. شكرا.